اهلا بيك استاذه هبه منورانا. اهلا بيك يا استاذ حسام، اشكرك. نورتينا وكل سنه وانت طيبه، عيد سعيد اولا. انت طيب. هروح معاكي لجوله بلينكن، ودي الزياره الثامنه ليه منذ طبعا بدايه العدوان الاسرائيلي والازمه طبعا في قطاع غزه. لو حضرتك وضعتينا في صوره ما تم حتى الان في هذه الجوله، ايه اهم من نقاط سواء في مصر واسرائيل وقطر، اهم الاجزاء اللي توقفتي عندها ومحتاجين نقولها؟ اولا، من منذ اعلان الرئيس بايدن للمقترح لاتفاق لوقف اطلاق النار يمر بثلاث مراحل تتعلق باطلاق سراح المحتجزين ووقف دائم لاطلاق النار لانسحاب اسرائيلي من المناطق المكتظه بالسكان، هناك الكثير من الاثارات الغامضه والسفاخ التي يمكن ان يقع فيها سواء الطرف الفلسطيني او الاحتلال الاسرائيلي، لانه يتيح بعض الخلافات والفجوات الكبيره. يعني المناطق الكثيفه السكان في السابق ام حاليا بعد ان دمرت اسرائيل كافه المناطق سواء في مخيمات جباليا او في العديد من المناطق الفلسطينيه في قطاع غزه، وبالتالي رد حماس اشترط وجود ضمانات امريكيه، لان ليس فقط ضمانات امريكيه، ضمانات امريكيه مكتوبه بحيث تلزم الولايات المتحده بتعهدات الزامها او فرض ضغوط على اسرائيل لتنفيذ هذا الاتفاق. حماس طلبت شرطين اساسيين، هو وقف دائم لاطلاق النار وليس مستدام، او يعني عدم استخدام عبارات مطاطيه يمكن التنقل منها فيما بعد. وقف دائم وشامل وفوري. الجانب النقطه الثانيه هي انسحاب كامل وشامل وفوري من كامل قطاع للقوات الاسرائيليه من كامل قطاع غزه، اضافه الى ما ناقشه امس بلينكن مع الرئيس السيسي حول معبر رفح، وهذا كان هناك موقف مصري قوي حول ان يتم تسليم سلطه اداره هذا المعبر للجانب الفلسطيني وفق القواعد القانونيه والاتفاقات الدوليه التي تم الاتفاق عليها، لان اسرائيل تنتهك هذه الاتفاقات بسيطرتها على هذا المعبر. وبالتالي الان هناك نوع من عدم الثقه المتبادله. حماس لا تثق في التزام اسرائيل. اسرائيل تريد التنصل، ان الولايات المتحده اعلنت ان اسرائيل وافقت على الاتفاق، بينما لم تعلن اسرائيل رسميا هذه الموافقه. يعني هناك نوع من المناورات السياسية التي تمارسها حكومة نتنياهو، ولقاءات أنتوني بلينكن بنتنياهو وببيني جانز ويائير لابيد توضح أن هناك رغبة أمريكية وإلحاح في الوقت، لأن الرئيس بايدن سينشغل بالانتخابات الرئاسية الصعبة أمامه ويريد إنهاء هذا الاتفاق والتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار حتى يحقق داخليا بعض الانجازات السياسيه، ويروج ان جهوده ادت الى اطلاق سراح رهائن من محتجزين لدى حركه حماس، وادت الى وقف اطلاق النار واعاده السلام، وبالتالي يهدئ الغضب داخل اوساط الحزب الديمقراطي وداخل اوساط الشباب في الجامعات ولدى الجالية العربية المسلمة داخل الولايات المتحدة. نعم. وبالتالي يحاول كسب معركة إعادة انتخابات. بالنسبة لحماس، تحاول الولايات المتحدة إلقاء اللوم دائما على حماس. يعني هذه بالزبط. هي السردية السائدة في التصريحات الأمريكية. إذا وافقت، لأنه النهاردة في قطر قال إنه لن نسمح لحماس بتحديد مستقبل المنطقة يعني، وكان طبعا
اللوم الاكبر زي ما حضرتك ذكرتي على حماس، لانه قالوا ان هم ردوا في بعض النقاط التي لم تتماشى مع الخطه الامريكيه. ليه حضرتك يا استاذ حسام هذا اللوم الدائم لحركه حماس سيتيح في النهايه لاسرائيل بالاستمرار في العمليات العسكريه بحجه حماس لم توافق على الاتفاق، وبالتالي ستصبح حماس في الموقف السيء انها رفضت السلام ورفضت وقف اطلاق النار وانها هي العقبه الاساسيه، وهذا هو يعني الاسلوب المناورات التي تمارسها اسرائيل وتمارسها ايضا الولايات المتحده في محاوله لابعاد التهمه عن اسرائيل والصاق هذه التهم بعدم التجاوب عن اتفاق لحركه حماس. نعم. طيب تسمحي لي اروح معاكي لموضوع اخر متعلق بالانتخابات الأمريكية وإدانة هانتر بايدن من قبل هيئة المحلفين في ثلاث تهم جنائية، وقيل طبعا أن دي الإدانة الأولى من نوعها لابن رئيس أمريكي ربما في التاريخ، فلو حضرتك تستوضح لنا برضو هذه النقطة وما الذي يمكن أن تعنيه في سباق الرئاسة الأمريكية. أولا بالنسبة للقضية التهم التي أدين فيها هانتر بايدن هي تهمة يعني الكذب في سجنات فيدرالية أمريكية، حيازة السلاح بدون يعني تحت تأثير المخدر، كلها جرائم فيدرالية قد تصل العقوبة فيها إلى أكثر من 20 عام. زي ما حضرتك ذكرت هو ليس له سجل سوابق، فيمكن ان يصدر الحكم من القاضي في اعتقد احتمال كبير ان يصدر الحكم في شهر اكتوبر بتخفيف لبعض هذه العقوبات او غرامات ماليه باهظه لغايه قد تتجاوز 750 الف دولار. لكن في النهايه الابعاد السياسيه هذه القضية، لكن الغرامه شيء والسجن شيء اخر، يعني برضو عشان نعم يعني قصدي اتفضلي حضرتك. يعني الابعاد السياسيه لملاحقه هانتر بايدن بدات من العام الماضي، الجمهوريين حاولوا يربطوا معاملات هانتر بايدن الماليه والصفقات اللي عقدها في اوكرانيا وروسيا وفي عده دول خارجيه بانها نوع من استغلال النفوذ للرئيس بايدن الذي كان في ذلك الوقت نائبا للرئيس اوباما، وحاول الجمهوريون ان هم يقولوا ان بايدن استفاد ماليا وكان يعني نوع من أو التعاملات المالية لهانتر بايدن أدت إلى مكاسب مالية كبيرة للغاية استفاد منها الرئيس بايدن. هي كانت المحاولات داخل الكونغرس للإضرار ببايدن شخصيا. هذه المحاولات فشلت لأن ما كانش فيه أدلة تربط ما بين الرئيس بايدن شخصيا بالمعاملات المالية لهانتر بايدن. الآن تأثير هذه القضية التي تمت فيها إدانة هانتر بايدن هناك مصاريف. طبعا الجمهوريين والرئيس ترامب سيستغل الموقف واستغل بالفعل وبدأت في الهجمات ضد الرئيس بايدن، وطالب أن هذه القضية يعني لا تمنع الاستمرار في التحقيقات ضد علاقات بايدن هذه الدول الأجنبية واستغلال النفوذ والتربح المالي من هذه العلاقات. لكن المسار الثاني هو أنه يمكن أن يكون للناخب الأمريكي تعاطف مع الرئيس بايدن الذي يعني عانى من مأساة موت ابن بو بايدن، ثم الآن يعاني من معاناة ابنه في يعني إدمانه، وبالتالي هذا محتمل.
من جانب آخر يعني الرئيس بايدن والرئيس ترامب والجمهوريين روجوا لفكرة أن القضاء الأمريكي مسيس، وأن إدانة الرئيس ترامب في عدة قضايا في كل التهم التي وجهت إليه في القضية الأخيرة المتعلقة بالسجلات المالية وأموال ترامب، كلها نوع من الملاحقات المسيسة لمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض، وشن الجمهوريون هجوما لازعا على النظام القضائي. الآن يشيدون بالحكم الصادر من هيئة المحلفين، ويشيدون بالنظام القضائي الذي أدى إلى إدانة هانتر بايدن، وأن لا أحد فوق القانون. وهنا مفارقة، كيف تهاجم في قضية ترامب ثم تشيد في قضية ترامب؟ عنده عشرات من القضايا في ولايات كثيرة يعني. هو يعني هذه برضو من يعني نحن نشهد انتخابات أمريكية في العديد من الأمور غير المسبوقة في طبعا الأمريكي. بس هو الإشارة كمان فكرة أستاذ هبة أنه هانتر بايدن تهمه، يعني برضو واحد من التحليل قرأتها، تهمه فيدرالية، لكن ترامب لسه ما خدش يعني ما عندوش تهم على مستوى الفيدرالي. الولايات المتحدة يمكن آخر ما تعرض دي كان في نيويورك. مظبوط، هي التهم في قضية أموال ترامب هي إدانة داخل إطار قوانين مدينة نيويورك وليست بالزبط تهم فيدرالية. وهذا يعني أن الرئيس ترامب إذا فاز في انتخابات نوفمبر المقبل لا يستطيع أن يعفي نفسه من هذه التهم في مدينة نيويورك. لكن الرئيس ترامب استطاع، يعني عنده ملاحقات قضائية فيدرالية في ولاية جورجيا وفي ولاية فلوريدا، لكن فريق المحامين استطاع تأجيل هذه الملاحقات وتأجيل جلسات المحاكمات إلى أجل غير مسمى. مفهوم. وبالتالي الطريق مفتوح أمام الرئيس ترامب للقيام بكل حملاته الانتخابية حتى نوفمبر المقبل. على أي حال هنشوف وهنتابع، وبشكر حضرتك طبعا. شكرا جزيلا أستاذ هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن. شكرا جزيلا.